طلعت هذا اللايف جوست باش باش نهضر على دي بوين. غادي تكون اول واخر مره ما غادي تكون مفتاح الجنه بيد ليكم. نتوما كتحاسبوا اكس و اكس واي، ما عندكم حتى حق باش تحاسبوا عبد. نتوما ماكوش عارفين هذاك العبد شابينه بين ربي باش نتوما تحاسبوه. صحيح حاجه الاولى، حاجه الزوجه اصلا ما عنديش عليها مبرر لكم، ما مبررش بيني وبين مولايا. ياك ما دريتكمش، ياك ما وصلتكمش، ياك ما رانيش دايره تيك توك نشطح. صحيح هذه خدمه راني نخدمها. دودو ثالث حاجه، ما غاديش نبكي لكم، انا ماشي طلابه. صحيح مادام ربي راه عاطيني الصحه باش نخدم راني نخدم بالحلال داكو، ماشي طلابه نجي نطلب عليكم في لي ريزو سوسيو وما غاديش نجي نبكي لكم. انا بغيت دراما صاي، باسكو انا كي درت افي سي في الصيف ما جيتوش طلبتوا عليا وقلتوا واش خاصك. ما تعرفوش هاد الصوالح، كل واحد عاش حياته، ما عندكمش ريسبونسابيلتي كيما انا اللي عندي. والشكوى لغير الله ما دلة. صاي انا لو كان ما لقيتش روحي مجبوره الخدمه هذه ما نخدمهاش. واذا كنت مدد واحد يقول لك منافقه، واحد يقول لك ما تحشمش تخاش من ربي، نتوما شكون؟ باي حق تمدوا لنفسكم الحق باش تهضروا عليا انا كيما تعرفوني عايشين معايا؟ جي با كومبري، ما فهمتش. اللي عندها مشكل جيت تفرغها عندي في التعليقات، كل وحده تلاقي تفلها في حياتها. صاي خاطر مخير فيكم راه يدير 7 الموبقات الا من رحم ربي. تا واحد فينا ما راه، شوفوا تا واحد فينا ما راه باغفي، كل واحد عنده نقص. واللي ربي نعم عليه بالستر يحمد ربي ويشكره، يقول الحمد لله يا ربي، ربي راه نعم عليا الستر. صاي والحمد لله الذي عافانا بما ابتلاه لغيرنا. ياكو واحد كي راه نعم عليه، راه كي راه في نعمه يقول الحمد لله. باي حق نتوما تحاسبوني؟ باي حق راكم تخدموا عليا؟ راكم تجيبوا لي القفه؟ جي با كومبري. هذا نقرا في واحد التعب، واش دخلكم بيني وبين مول؟ تعرفوا نتوما واش كاين بيني وبين ربي؟ صح ما تعرفوش، عايشين معايا تعرفوا لي ريسبونسابيلتي تاعي؟ ما تعرفوش. اللي تقولك انت مربيه اجيال، ايه مربيه اجيال ونص، واتحدى من يقول غير ذلك. لكل مقام مقال، تشوفوني في المؤسسه سليمه واحده اخرى، تشوفوني في المؤسسه سليمه واحده اخرى صحيح، وفي اللايف سليمه واحده اخرى. ولحد الان ما شفتو مني شر، لا هي في روحي ما نمم ما نقطع ما نهضر في ناس، لا هي في روحي. دعوا الخلق للخالق، قلعت الحجاب بيني ربي عاقبني يا سيدي، بيني وبين ربي. واش راح لكم نتوما فاش ضريتو؟ واش راح لكم؟ كاع وليتو ائمه، كاع وليتو مفتيين. ويحك اللي دار الشر، ويحك اللي دار الشر. انا راني بعيد عليكم، راني خاطيتكم انسانه تدخل الحواني تبريزونتي سلعه تخدم تدي مكتوبها وتطلع للدار، نقطه انتهى. صاي ما عندكمش، ما رانيش انا نخرج لكم هنايا لي لايف ولا باش نحكي لكم حياتي داكوغ. انا ما رانيش نحكي لكم مافي بريفي، واش عندي واش ما عنديش داكوغ. ماكمش عايشين معايا خاصكم تفهموا بلي ماكمش عايشين، ما كاش اللي راه يعرف ظروف بوم، ما نتحاجش بالظروف باش نقول لكم. خاطرش علاه الحاجه اللي راني دارتها انا مش نيشان، كي قلعت الحجاب ولا قلعت الخمار ولا مش دايره خمار نيشان، ما رانيش كيما نقولوا دايره حاجه نيشان ولا نقولوا لومن، راني غلطه وراني في ابتلاء، وابتلاء عظيم، ونتمنى ربي يخرجني منه على خير ويسلكني منه على خير. ما دامني ما مديت يدي حتى عبد، ما دامني ما طلبت على حتى واحد، وما دامني هذا ما طيحت حتى واحد، ما نسمع حتى واحد. صاي دعوا الخلق للخالق، كل شيء تتعلق من منكره. لا انتم ربي باش تحاسبوني، ولا انا باغفي باش ما نغلطش، وخير الخطاؤون التوابون. بالك انا عند ربي راني خير منكم، من انتم باش تحاسبوني؟ شكون نتوما؟ ما يهديكم اقسم بالله. واحد لي كومونتير اللي تقولك ما خافتش من ربي، انا تعرفي انت بيني وبين ربي شكاين؟ تعرفي انت بيني وبين ربي انا شكاين؟ بالك انا راني خير منك باشواط، واش انتي واش انتي وين عرفتي؟ الجنه ندخلوها برحمه ربي ماشي باعمالنا داكور. الجنه ما كاش اللي يدخلها باعماله، باسكو واحد فينا ما راه بارفي، قادر تخدمها كحل حياتك بحاجه ربي يدخل رحمه منه، رحمه ربي تدخلها الجنه برحمه ربي.
ماشي بعمالك. مش قاش كيما نقولوا تستعرضوا عضلاتكم في التعليقات. هاني نقرا، هاني نقرا كل شيء، نقرا كاع لي كومونتير تاعكم. ونورمالمون كاع ما نديركمش هذا اللايف. شوفوا نورمالمون ما نديركمش هذا اللايف ونبرر لكم، باسكو انا راني نقول لكم بلي راني غلطه. تصوري واحد راه عايش معايا، ما كانش اللي راه عايش معايا، وما كانش اللي راه يجيب لي مصروفي، وما كانش اللي راه يجيب لي كفه صاي. انا نتمنى من كل واحد يتبعني نقول لكم لي زعما ما قالش كلمه جريحه ولا بارك الله فيه، واللي قال كلمه جريحه واش نقول له؟ الله يهديه. كاينه حاجه اسمها بلوك، كاينه حاجه سموها تقدر بالباج تبلوكي لها ولديها ما تجيش تطلع لك كاميرتي، مش تطلع لك. هذه هي. السلام عليكم. انا اصلا كي راني نبريزونتي مانيش داير حزام ونشطح لكم، لا نبريزونتي لارتيكل بكل احترام، بكل خاطر شكون لقيتوني وحده ما تكون وحده تخسر في الهضره. واحد فيكم ما يهدرش حتى كي شتوني عاقله وما خسرش مؤدبه وكاع راكم غير اللي يجي يعفس. شنو نقول لكم؟ حرام عليك والله يهديك. والنهي روحي نقول لك النهي عن المنكر نهي في البريفي اختي لاكي بيت نهي صاي. دي انت انا عارفه غاي ما غاديش تجي انت توري لي ولا غيرك، حرام عليك. شنو نقول لك؟ ان شاء الله يبليك واش ربي بلاني داكور اختي، ان شاء الله يا ربي يبليك واش واش راه باليني ربي. مرتده اختي هاد شو كاين؟ واه كلمه مرتده ثاني قريتها، قال لك مرتده واش تقول خرجت من الاسلام ولا ما فهمتش؟ خرجت من الاسلام مثلا لا حول ولا قوه الا بالله. والله الله كما قال لك الله يداوي الحوال، والله يهدينا، والله يهديني، والله يهديني. ولا واحد فيكم يعرف ضد خوه، انا بيكم خدموها غايم مع ربي وخيطوه. خاطش قادره قادره انا دعوتي واصله عند ربي. علاش لا؟ حشمو حشمو حشمو. كل واحد ولا عنده مد روحه الحق باش يهضر في انسان ما يعرفهش. تعرفونيش ما تهضروش، ما تعرفونيش ما تهضروش. منافقه وين على وين تعرفني انا منافقه؟ ماشي عايش معايا، دخلت في قلبي، دخلتي في قلبي. لا حول ولا قوه الا بالله. يا سيدي راكم تقولوا منافقه، ها صح. عمري ما لهيت انسان، عمري ما تبعت بنادم، ما نقطع ما نقص، لا هي في روحي نخدم كما خدمتي فضل نريح. هذه هي ماشي قلبه تليفون ونعس في اكس وايكغاك ونهضر على اكس وايكغاك، لا هي في روحي هذه هي. والله تعرفوا واحد لي كومونتير، واحدة تقول لك منافقة، واحدة تقول لك انا اللي كتلتني تاع مرتدة، انا هذيك اللي حبست لي قلبي مرتدة صاي. خرجوني كاع من الاسلام من الملة ديريكت. حجاب راكم عارفين واش هو حجاب؟ انا شنلبس، ها شنلبس اصلا من الاولى كاع كي كنت دايره خيمه وكنت دايره حجاب شرعي نلبس سروال، يعني اصلا حجابي ماشي نيشان يعني. كي نجيو نهضروا على الحجاب ونتمنى يا نتمنى يا ربي بدل لي احوالي الى احسن حال. ما كاش اللي كرهت الستره وما كاش اللي كرهت ما تكونش مجاجره من حانوت لحانوت بعدا في دارها مستوره. كاش اللي تكره الستره صح جو بريفير معليش نخدم ميو كي نروح ندير حاجه ماشي مليحه والفهم يفهم صاي. فبرحمه الوالدين اللي راه يجيب لي قفه للدار يقطعها ليا، اللي راه يوصل لي قفه لدارنا باش انا ما نخدمش يجي يقطعها ليا. من غير منك يشد في صلاتك. الحمد لله يا رب الله يثبتنا عليها. وكاع هكاك وما راه حتى واحد فينا ما راه بارفي، حتى واحد فينا ما راه بارفي، حتى واحد يتمنى السلامه برك. واللي ربي راه مانع عليه بالستر يحمد ربي، ها واللي ربي راه ناعم عليه قاعده كي البريسس في دارك. حمدي ربي اختي، حمدي ربي والشكر راكي في نعمه.
ولي ربي نعم عليه بعائله مستقره. يحمد ربي يحمد ربي. بارفوا نقول بلي انا ربي راه شايفني قويه لهذا الحد باش انا راني ابتلاء ابتلاء مر ابتلاء. وين نحكي نخرج لللايف نحكي لكم حياتي انا شاني فوت؟ ها ما انا خصنيش انا الشفاقه، ما نستعطفش الغاشي، شكوى لغير الله مدله. عمركم ما غادي تشوفوني ضعيفه ونبكي لكم نخرج لكم هكا ونقول لكم ما قديتش جامي. نطيح كاع نطيح كاع نوصل كاع نوصل للموت ونعاود نوقف باذن الله. طوكو ما راني ضاره تعبد، طوكو راني لهيا في روحي من لحق هذا الحد تعبد. ما خافش صاي. ويحك اللي دار الشر، ويحك اللي قال كلمه، ويحك اللي قذف. علاش راكي تبري مدام مال على بالك بروحك؟ وانا عارفه حيت انا سوا بيان سور. والله لازم تعرفوا على هضرت على خرجت نهضر دوك نقول لكم علاه. عباكم تالمو دايرت لكم قدر، تالمو محترمتكم، تالمو زعما كشغل باسكو علاه لو كان ماشي نتوما انا ما نطلعش توكوغ. لو كان ماشي الناس اللي راها تتبع فيا انا ما غاديش نكون سليمه بن محتوق. الانسان اللي ما يعرفوش الحمد لله يا ربي اليوم كان عندي سيمينار في العام تتلاقاني الناس تسلم عليا تي فلانه والله لا نبغو سا مو في ان غون بليزير. هذه نعمه من عند ربي كاين عم عليها ربي بال كيما نقولوا خدمه كاين ربي يعلم نعم عليه بالراحه. كل واحد شعطاه، انا عطاني قبول وعطاني محبه الناس. ما غاديش كيما نقولوا نحصر هادو اللي راهم يعايروا فيا نقول بلي ساي كاع الناس ما تبغينيش. الحمد لله يا ربي لهيا في روحي ماشي مخسره مع الناس، غير هادي راني في نعمه. نورمالمون استاذه تقيمي روحك ما تقعديش من لايف لايف. ما كان ما دخلك هادي حاجه الاولى حياتي وانا حره فيها. حاجه الزوجه استاذه ومحترمه روحي ومحترميني الناس غصبا عنك وغصبا على اي واحد داكو. وكي راني من لايف لايف مانيش فارغه شغل اختي، كان كمان عندي دراهمي صاي خدي خدمه تفهمي شو واش معناتها خدمه. وكي راني لاقيه حاجه وحده اخرى نزيد نخدم حاجه وحده مادام ربي راه عطيني صحتي نخدم. من لايف لايف انت ما كان ما ضرك ضريتي بلوكي لاباج. الوغ كان لازم ندير هاد لوفيتي لايف باش نهضر مع بعض الناس اللي راهم كل واحد كيما نقولوا ولا حاس بروحه راه فيريها مع ربي. انا قلت لكم كي تشوفوا حاجه طلبوا ربي السلامه، طلبوا ربي السلامه من اي كاين انسان اللي ربي بلاه، اللي ربي بلاه في الصحه بلاه في الخدمه بلاه في بزاف صوالح داكور. وكما قال لك اللي راه يقذف فيا نقولها غير حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما كان معليش لبسه نيشان مول لايف حاجتي نقلعه هاك نلبسه ما نلبسهش حاجتي يا وحاجتي خاصكم تفهموها بلي حاجتي. ما غاديش نقص لك من حسناتك اختي، ما غادي نقص من حسنات حتى واحد. حاجتي حره الله يسهل عليك. شكرا بارك الله فيكم وسمحوا لي اللي طليت عليكم بهذه الاطلاله. ونعاود نقولها لكم قبل ما نقطع اللايف، ما كاش اللي تكره الستره، وما كاش اللي تكره تكون في دارها برنسيس، وما كاش اللي تكره الراحه. يا اميرات في بيوتكن، يا اللي راني انا نلبس ونوري لكم باش لليات يلبسوا. احمدوا ربي على النعمه اللي راكم فيها صاي، احمدوا ربي وشكروه. واللي بغى حالتي الله يسلطها عليك صاي. او قلت لكم بلي انا ما رانيش هنا باش نشكي لكم، خاطرش والله ما تسمعوش شكوى وما تسمعوش بلي راها طايحه بيا. بربي ما طيح بيا وبربي نقعد واقفه صاي. واللي كيما قال لك راه يتربص لي بالمناسبه هذه غادي نحضرها قبل ما نقطع اللايف، اللي راه يتربص لي بحاجه شينا نقولها الملتقى عند الله صاي، خاطرش ربي حرم الظلمات على نفسه. فما بالك عبدي يضرب يظلم عبدي ويحك، غير ديري حاجه مع ربي وتوبي لله. باسكو ربي يبغي الانسان التواب ويبغي الانسان الاواب ويبغي الانسان اللي يرجع له
واللي يخاف اللي يكون ضميره صاحي. فهمتوني؟ ربي يبغي الانسان التواب الاواب. شوف كل واحد مدى به يسجد علاقته مع ربي بيبقاش يلهى للناس. صحيح راكي تخلصي راكي تقري واش من ابتلاء. الله يعطيك حالتي لطيفه، يعطيك حالتي ان شاء الله. صحه يعطيك حالتي. قلت لك انا ما غاديش نشكي لك هنا في اللايف، ما غاديش نشكي لك في اللايف. بصح حالتي ان شاء الله يعطيك منها غير شويه وشفله تصبري. خاطرش انا خاطرش الله يجيبها لك مرمت يدينا. هيا الملتقى عند الله هذه كرييشن باي اسيا. هاي تشوفين خطط ببلوك شباب. خاطرش انا ياكون قدتني شهريتي تاع التعليم ما غاديش تجي ترايا ليا. ليسونسيال غادي نقطع اللايف خاطرش غادي يطلعوا لي هذوك اللي يبداو يعصروا في رواحهم وانا ما خصنيش. هذه هي بغيت نقول لكم بلي هو في رواحكم كل واحد يلهى في حياته. توش للناس بزاف وما تهضروش على اساس نتوما راكم فارينها مع ربي. صاي باسكو ما نعرفوش شكون اللي راه قريب عند ربي، والجنه ندخلوها برحمه مولانا ماشي باعمالنا. والله انا نحب اختي نتبعك من زمان. علاش راكي تدعي؟ والله لو كان جاك شبك صاي دعي لي ربي بالهدايه. صاي يوما ما نعاود نولي كيما راني وكاع نعاود نبتلى وننتكس نعاود نولي. العفسه طفي وراها الا من اتى الله بقلب سليم. كي تعاودي تولي لربي ليسونسيال انا غادي نقطع اللايف باسكو راني في بلاصه على زافياسيون. ونقول لكم بارك الله فيكم اختي ديري نيشان. ها الاول ما كان ما دخلك ماشي ما ماشي اتس نوت يور بزنس كيما قالوا. ايوا السلام عليكم.